السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. حملة ديال تحرير الملك العمومي متواصلة بمدينة تمارة، تفاصيل وأكثر اليوم الأربعاء، الحجز على مجموعة من العربات المجرورة تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية السابعة وبحضور قائد الملحقة الإدارية العاشرة والخامسة وبحضور رجال القوات المساعدة وكذلك رجال الأمن الوطني أعوان السلطة. غنخليكم مع تفاصيل ديال هذه الحملة ديال اليوم الأربعاء واللي عطات حجز مجموعة من العربات واللي حررت مجموعة من الشوارع. خليكم معنا باش تشوفوا التفاصيل ديال هذه الحملة اللي كانت اليوم في المسيرة جوج سيكتور 4، والحملة ما كتقتصرش فقط على المسيرة جوج، مجموعة من المحاور قادمة في الطريق. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. حملات تحرير الملك العمومي متواصلة بمدينة تمارة، وكما كتشوفوا الحجز على مجموعة من العربات المجرورة هنا في الطريق المؤدية لمقبرة ظهر زعتر. خليكم معنا نشوفوا اخر تطورات ديال هذه الحمله هذه. فكما كتشوفوا كنتواجدوا في السيكتور 4، هنا تواجد رجال الامن الوطني كذلك رجال القوات المساعده، والعمليه ديال الحجز على العربات المجروره مستمره بمدينه تمارة. كما سبق وصلنا في الحملات مستمرة في المسيرة جوج. كما كتشوفوا دائما مشاهدينا الكرام، الحملة متواصلة بأغلب النقاط بالمدينة تمارة بالمسيرة جوج. الحملة تحرير الملك العمومي تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية السابعة الأخ نور الدين. الحجز دائما على العربات المجرورة اللي كتكون يعني في الزناقي، اللي كتكون في الطريق. يعني كما كتشوفوا هذه صور حصرية اليوم الأربعاء، فاليوم كنبغيو نأكدوا مرة أخرى أنه
يعني اللي قدر اللي قدروا الله انه يكري واحد الموحد جوج الناس ثلاثه يقضيو الغرض فغتكون اولى، لانه بعيدا على العشوائيه، بعيدا على عرقله السير، بعيدا على شكايات ديال الناس كل نهار بخصوص العربات المجروره. فاليوم الامور تغيرات الاخوان، اليوم خاصنا نعرفوا ان الامور تغيرات. شي حاجه سميتها الكروسه في مدينه تماره ما غاديش تبقى، وكنتمنوا كذلك من الجهات المسؤوله توفير اسواق نموذجيه بالموازاه مع العمليه ديال تحرير الملك العمومي، هكذا غادي تكون الامور افضل ان شاء الله. فنتمنوا من الله كل الخير، اللهم يسير. وخليكم معنا غادي نكملوا الجوله ونشوفوا الكرارس فين كاينين، الكرارس اللي غيتم الحز عليهم. خليكم معنا. فمني كنقولوا العربات المجروره وكنقولوا كيخليوا يعني مجموعه من المخلفات، فهذه من بين الصور اللي صراحه ما غيبغي حتى شي واحد حدا باب دارو، حتى واحد ما غيبغي شي حاجه بحال هذا الشكل حدا باب دارو. انا من بين العربات المجروره فيها الخبز، فيها البلاستيك، فيها بزاف الحويجات وكتبات وسط الزنقه، فهذه امور اللي هي مرفوضه. فكنتمنى من الله ان نغيروا السلوك ديالنا.